طلعت حرب راجع 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 راجع. السلام عليكم احلى ناس في الدنيا. النهارده انا عزيزي جايب لك حلقه وهي بالطبع ايه ولا اي حلقه، يعني حلقه النهارده انا عزيزي حلقه مهمه جدا، جاي اتكلم عن مواقع القمار اللي ضربه في مجتمعنا زي ايه، زي الصرف الصحي. طبعا يا عزيزي مين فينا ما يعرفش لعبة الطيارة، موقع الرهانات عن الكورة، موقع وانكس بيت، الكلام دوت. بالصدفة انا النهاردة قاعد، اعمل بس اللايك الاول قبل مرغي وانزل اشترك في ام القناة لو انت جديد، واعمل ام الجرس على الكل. النهاردة بالصدفة انا قاعد على الفيسبوك، كل شوية الاقي واحد من بتوع التيك توك بقى يطلع لي يشرح لي بقى ايه مميزات مواقع القمار وازاي هو بيكسب من القمار ومش عارف. فانا بقى ايه قاعد كده بقى بتفرج وشايف العيال في الشارع عندي في المنطقة مضروبين بلعبة الطيارة، وشي نراهن على ماتش مش عارف مين ومش عارف مين، وكان العلق نفع نفسه. المواقع دي بتضحك عليك يا عزيزي، وغير ان هي بتضحك عليك يعني بيبقى في نظام حرمانية، في حرمانية كبيرة قوي. يعني ما بقولك ايه، حرمنا عليكم الخمر والميسر. والميسر ده اللي هو عزيزي اللي هو القمار. يعني انا مش بحب شفتي في الكلام الديني لان انا يعني ايه مش فاهم قوي في الكلام ده، بس انا عارف ان القمار يعني حرام حرام، يعني انا مش هنتعهل على بعض. طبعا نبدأ الفيديو بقى على بشوية الناس الحلوة اللي بتشجع الشباب ان هم يبقوا مليونيرات. كمل زيع. بص بقى يا ريس، لو انت مهتم انك تكسب فلوس من على النت، فانا جبت لك ابلكيشن يكسبك ملايين. بس طبعا مفيش حد بيكسب كده بالسهل، علشان تكسب مليون لازم تحط قدامها على الاقل 100 جنيه. سمعت ولا لا يا شوش؟ يعني عشان تكسب مليون جنيه لازم تحط 100 جنيه. شاف سحب الرجل يا عزيزي، يعني حاجه جميله، حاجه جميله في سحب الرجول ان انت تتحط جوه الموقع الجميل ده. وايه تعرف تسرق الانبوبه بتاعت بيتكم كويس، وتسرق بقى ايه الحلل بتاعت امك عشان خاطر ايه تعرف بقى تسد على البلاوي، تقول ان شاء الله المره الجايه هعوض. ولا هتعوض ولا نيله. نكمل. حد ادنى للايداع عشان تكسب تكسب في الابلكيشن ده تحط 100 جنيه، وحد ادنى انك تسحب بالابلكيشن ده 55 جنيه، وحد اقصى انك تسحب بالابلكيشن ده 10,000 جنيه في المره. 10,000 جنيه في المره، شايف الولا؟ يا شهاب يا شهاب، التيك توك مش جايب مصلحه يعني ولا ايه؟ يعني عايزين نفهم داخل بقى ايه تاع، يعني انا مش فاهم. خلينا نكمل. تعرف ان انت اول ايداع بتحطه في 61 بتاخد 50% بونص؟ يعني مثلا نفترض ان انا حطيت 1000 جنيه هاخد 500 جنيه، حطيت 3200 جنيه هاخد 1600 جنيه. محدش يسألني ليه 3200 جنيه، لأن هو ده أقصى رقم ممكن تاخد عليه بونص. طب هنا الشوش الجميل الحلو اللي الشاب الجميل اللي بينفع إخواته في الحرام، يعني بيقول لك إيه؟ بيقول لك إن في بونص. البونص ده يا عزيزي لو أنت حطيت 1000 يعني إيه هيبقوا 50% البونص. شوف بقى ال 1000 ده بيبقى عامل كام؟ 50%. بالعكس يا عزيزي، يعني أنا جربت الحوار ده، أنا كنت أهطل، دخلت كان معايا بتاع 50 جنيه وقلت بقى شوف البونص ده أحط لي بتاع 50 جنيه ولا حاجة، أخد ال 50% 25 وأسحب، بعد كده أعمل إيميل جديد وأحط الفلوس وأسحب وهكذا، يعني كله هيشغل دماغه في الحتة دي. طبعا يا عزيزي بتشحن في الآخر تخش جوه تلاقي البونص ده إيه؟ شيء العاب وما تاخدش منه فلوس، بيبقى حساب كده على جنب بره عن الحساب اللي انت بتسحب بيه، يعني مش هينفع حتى تسحب البونص. فاهم انت عزيزي ولا انت في البتنجان؟ كمل. نبتدي بقى نخش. هي دي الالعاب الموجوده، دي اول لعبه. مثلا ادخل 1000 جنيه العب بيها، على ان انا ما اطلعش القنبله لازم اطلع الجوار. ادي واحد، ادي 2 3 4 اكس 2 ب 2000 جنيه في ثانيه. الا ثانيه اهو، في ثانية لثانية. انت هتقول لي احط الالف جنيه في 3-4 تكات بقوم 2000 جنيه؟ يا سلام على الحلال والدرمغة اللي احنا بقينا عايشين فيها يا عزيزي. اوعى يا عزيزي تتحط في الحوار ده، هيبقى بص موت وخراب ديار، حرام حرام يالا. خلينا متفقين ان انت اكتر الوقت بتبقى قاعد على التليفون وما بتعملش اي حاجة. انا النهاردة جبت لك لعبة كل اللي عليك انك هتدخل عليها هتلعب وهتكسب فلوس وانت قاعد، لعبة 16 وين. واحلى ميزة في 16 وين ان فيها كذا لعبة من الحد الادنى للسحب
55 جنيه والحد الاقصى للسحب 11000 جنيه في اليوم الواحد. حبيبي ما اسمهاش لعبه 16 وين، اسمه موقع قمار 16 وين، يعني اسمه كازينو، فهم الناس عشان خاطر ايه؟ مفيش العاب بتدي فلوس يا عزيز، انت عارف الالعاب بتعمل ايه؟ بتبلع الوقت الفاضي بتاعك، تقعد ترفه عن نفسك، جيمين بلايستيشن بتاع، هو ده الكلام. لكن احنا بقى ايه، نقعد نتعولق ونقول لك بقى لعبه 16 وان نحلل الحرام في عيون العيال، يعني كمل. لو معاك فلوس حتى لو مبلغ بسيط وعايز تكبره وتخليه يزيد، يبقى الفيديو ده ليك، تابع معايا. منصه جديده اسمها 16 وين، هي عباره عن مجموعه كبيره جدا من الالعاب. لما بتدخل تلعب اي لعبه من الالعاب دي بتقدر انك تكسب منها فلوس كتير جدا بالحرام طبعا. انت فاهم يالا عزيز، انا الحقك، انا على طول، انا ضميرك يالا، انت حبيبي، احنا قاعدين مع بعض، هنروح من بعض فين؟ ها، مش عايزك تبيع الانبوبه ولا تسرق حلل امك، انا قاعد معاك هنا عشان خاطر يا عزيزي تفهم ان الحاجات دي غلط. وادي اهو تالت واحد من مشاهير الكتكوت طالع علينا يفهمنا ازاي نكسب فلوس بايه، بالمنياكه والعلوئيه. ونشوف برضو العلقه اللي بعديه، ادخلوا على اللينك اللي انا سايبه لكم، وبعد كده هنختار لعبه منس اهي، وبعد كده هنكتب المبلغ اللي احنا عاوزينه. انا مثلا هكتب 500 حسنا، ايه ايه يس يس، وكده هوت انا اخترت الجواهر وصح كسبت 1000 جنيه. يعني يا الف مبروك عليك، يعني ان شاء الله اي حته حرام كده يعني بتتربحوا منها، ده لنفسيكوا، ده لنفسيكوا بقى، ما مفهوش الكلام ده. لكن احنا لينا دعوه بالناس، انت بتعمل غلط بينك وبين نفسك، لكن تطلع بقى ايه، تاخد بقى فلوس واعلانات من ناس يعني عايزين يدمروا العيال، العيال خربانه ومتدمره لوحدها من المخدرات ومن الكلام اللي بتهبده. ما مش عايزين نزود حاجات تانيه، ده انيل من المخدرات، على الاقل هتجيب لك حته ب50 هتهبدها هتنام، لكن ده لا، هتخسر ب50 هتاخد، عايز تعوض هتعمل، هتتحط، هتتشلوح، افهم يا عزيزي. طبعا انا يعني ايه السبب اني اتكلم في الموضوع ده، لاني شفت بقى في ظاهره كبيره قوي ضربه عندنا في الشارع وفي كل الشوارع، وبقى الموضوع يعني رائج ومحدش بيتكلم عنه، لان انا مش فاهم، لان دي كارثه، كارثة بكل المقاييس. أنا بكلم يعني بوجه رسالتي للنائب العام، وبوجه رسالتي لأي مركز حكومي، روحوا شوفوا الناس دي بتهبب في العيال، العيال وعيها في البزرميت، ومش ناقصين أي حد يضحك عليهم. يعني أنا واحد من الناس ده، خلي شخص يعني بدون ذكر أسماء، هوريك السكرين بتاعه، بعت لي برضه طبعا وان اكس بيت بقى، مش اللي هو 16 وين والزين اللي هو الراس الكبيرة، قال لي يا سوتس عايزين نعمل اعلان وبتاع. انا رفضت طبعا، لان انا يعني انا ما هينفعش، يعني انا هاخد مثلا لو هيطلع لي منه 10-20 ألف جنيه من ورا الاعلان، اي نعم انا مش لا اكل، وده مبلغ يعني ابن حرام بالنسبه لي. فاذا انا يعني اخلي امهات الناس اللي عندي تدعي عليا كل يوم، لما عيل من عيالها تلاقيه مثلا عمال يسرق ولا حاطط نفسه في موقف مش حلو، ده كده الدنيا هتخرب. ومن هنا يا عزيزي احب اشكركم، سلام.